1588. واضح. واش رانا فيه؟ انايا يا ناس، واش شاف المعاناة تاعنا؟ عايشين حاشاك وحاشاك دركم. والما ما عندناش ونفاس، وما تخسر اسيدي، ولا ما قالولوش رانا سارقين الحتيوب. مالي يا خويا الراوني، ما قالولش. مالي سايبك؟ نهضر مع الوالي. مالي. أنا ما نقولش السكنة أنايا. أنا شاطرك في الراي، كيدخل له الواحد يحتاج حاجة لويدو الحليب ولا ما يلقاش، لازم يحكم بلوس ما يروح لولاد فايت. أنا واش عطيتك تعليمة؟ واحد من السوار لازم يوجد منا السيبا كي الناس تجي تسوق. هذا متفقين عليه. البرنامج اللي راح يتم استلام تاعو خلال هذه السنة هو تقريبا 7000 وحدة سكنية على 3 مراحل. المرحلة الأولى هو استلام 3500 وحدة سكنية خلال هذا السداسي الأول، ومن بعد تاليه استلام تقريبا 2500 وحدة سكنية في الثلاثي الثالث للسنة، يعني في سبتمبر، باش نكملوا 1500 اللي تكون 7000 وحدة سكنية. هذا كبرنامج يعني عندنا كل ضمانات باه يستلم بكل شبكات، مياه صالحة للشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، وحتى شبكات يعني لا فيبروتيك، والمؤسسات اللي ترافق البرنامج والمؤسسات التربوية اللي حتكون على مستوى هذه الأقطاب اللي نسلموهم. زيادة على هذا، لكن لاحظتم هزينا قرارات بيكونوا أسواق جوارية. أسواق جوارية، كان الأسواق اللي حتنجز من طرف الدواوين، كان أسواق جوارية حتنجز من طرف البلديات كبلدية ولاد فايت اللي شفناها في المحطة الأولى.